لان سياده اللواء محمد زمرلوط محافظ الوادي الجديد طلب اجراء مداخله معنا على الهواء تعقيبا على موضوع الزي الموحد للمدرسين والمعلمين، وكانت البدايه في محافظه الوادي الجديد. محافظة الوادي الجديد هي الأكبر في المساحة، لكن المقارنة يعني بعدد سكانها. ورجع لنا تاني اللواء محمد زمرلوط محافظ الوادي الجديد. مساء الفل سيادة اللواء. مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام الأستاذ عماد والأستاذ سليمان الصحفيين المحترمين. مساء الفل يا فندم. وأنا حد اتصل بي وقال إن البرنامج كان يتكلم عن موضوع زي المعلمين، فكنت أتمنى اي استفسار او اي حاجه من حضرتك تحت امرك. احنا البدايه بدات النهارده في المحافظه، بس احنا لاحظنا اعتراض من بعض الساده المعلمين على ان الزي لم يكن مهندما بالشكل الكافي، وربما هذا يسحب او يؤثر على يعني الانطباع عن المدرسين. اتفضل. لا لا، هو البدايه مش بدايه، دي مبادره من المحافظه. احنا حضرتك عندنا التعليم بفضل الله سبحانه وتعالى حاجه محترمه جدا جدا، عندنا مثلا 65,000 طالب و 9,000 مدرس، في 9,000 مدرس، فمعدل كل 7 طلاب. ازاي حضرتك شايفه؟ خلينا في التلاميذ الاول، احنا غيرنا زي التلاميذ السنه اللي فاتت في اولى ابتدائي واولى اعدادي واولى ثانوي، فاولياء الامور قالوا طب ما نغير الزي كله للمدارس كلها، وفعلا غيرنا ال 5,000 طالب، القريه زي المدينه المدرسه، بدل ما احنا مكتوب يعني زمان، يعني من زمان كلنا كان تلاقي المحافظات الكاكي والازرق اللي هو، واما الالوان ذات البهجه اللي هو الموف والاخضر والحاجات الجميله دي تبقى في المدارس الخاصه او المدارس اللي في القلب العربي. هي المبادره شخصيه من حضرتك؟ ده شخصيه، فلكن دي موضوع. فاحنا قلنا مع المدرسين، قعدنا في مدرسه لقينا الزي متفاوت بين المدرسين، فانا قعدت مع المدرسين واتكلمتهم في المدرسه، قلت لهم طب ايه رايكم لو نعمل الكلام ده بقى لنا فتره؟ نقعد مع بعض كده ونقولوا ايه اللي نعمله ممكن؟ لا، في ناس قالت مثلا نجيب بدل، البدل هتبقى مكلفه وغاليه وهتتفاوت وكلام من ده وعايزين، فقلنا طب، ففي فكره جات لنا من التربيه والتعليم برضه ان احنا نعمل بالطو صغير كده وداخل المدرسه من الساعه 8 لغايه الساعه 2 داخل المدرسه. الالوان هم اللي اختاروها مبدئيا، الشتاء كان احنا خلاص فاضل شهر وهندخل في الصيف ودرجه الحراره عندنا بتبقى عاليه، فهنعمل لون تاني، فقلنا نجرب في كام مدرسه، فالساده المدرسين اختاروا والله لون رمادي مثلا للمدرسين، للعاملين لهم لون، الاداريين لهم لون، المدرسات لهم لون، وداخل المدرسه فقط لا غير. واتفقنا قلنا طب نطبقه في المدينه اللي هي مدينه الخارجه ونشوف المدى بعد كده الالوان اللي تناسبهم او الزي اللي يناسبهم. ماذا كان رد فعل المدرسين؟ وشوف رد فعل المدرسين، تجربه والله. زي ما حضرتك انت بتدخل مستشفى بتلاقي في دكتور وفي ممرض وفي زائر وفي مريض، لا في مهن كتيره زي النيابه، القضاء، المحامين، المحامي يعني اي مكان، الاطباء، الطيارين. مع انا مش هتكلم في المؤسسات المؤسسات الدوله، انا بتكلم في حاجات اللي هم اللي يعني الطبيب المصنع، لو دخلت شركه كبرى هعرف ده مين العامل ومين الميكانيكي ومين المهندس ومين كبير المهندسين، يعني في شركات البترول وهكذا، يعني حتى في مدارس اجنبيه فيها الكلام ده، مدارس خاصه فيها ازاي موجود. طب ليه احنا يعني، واحنا عندنا الحمد لله التعليم يعني بقول لحضرتك كثافه الفصول من 20 ل 30، المدارس عندنا 453 مدرسه، تم تجديد منهم 253 مدرسه، ومدارس محترمه جدا جدا، لو في الوقت كنت ابعت لك صور. فالقينا بهجه على التلاميذ، فنقول طب ليه المدرس يتفاوت اللبس؟ يعني ممكن احنا كلنا بنتفاوت في درجات اسمح لي سياده اللواء اتابع مع حضرتك ردود الافعال بعد اسبوع او اسبوعين ونشوف النتيجه ايه ان شاء الله. تحياتي ليكم واشكرك على اهتمامك، وبعدين بنشكرك على اهتمامك بالوادي الجديد، ونتمنى نهتم بالوادي الجديد في مش في الزي بقى، انت في حاجه الاستثمار بس بسرعه سياده اللواء المواطنين لينا وحاجات سياده اللواء محمد وتحياتي لضيوفك الكرام. يعني سؤال يا سياده اللواء محمد، اللي هيتحمل ثمن اللبس ده مين؟ نمره واحد. بشكرك استاذ عماد، بس هو الاستاذ محمد خير عشان مستعجل، عشان انتوا صحفيين مع بعض، نقابه الصحفيين بقى مهتمين، فادونا يعني دقيقتين، احنا 44% مساحه الجمهوريه. يا ست اللي هو تشرفني ده الطيارة ساعة الا ربع وتبقى هنا عندي بكرة على طول. لا ربنا يوفقك ان شاء الله. طب اسمح لي، يبقى في دعوة لحضرتك تشرفني الاسبوع القادم ان شاء الله اذا كان يناسب حضرتك، وتقول كل اللي انت عايزه عن محافظه الوادي الجديد. لكن السؤال اللي حضرتك بيقوله استاذ عماد، احنا فعلا حتى زي الطلبه اللي هم التلاميذ الاول
اليتيم مجانا، اللي معاه كفل وكرامه مجانا، اللي عايز بالتنصيب ياخد بالتنصيب. ده بالنسبه للطلبه. المدرسين احنا تكفلنا ب 50% من التجربه و 50% على المدرسين، والمدرس اللي مش عايز يدفع برضه ما بتاخدش منه برضه. طب هل هي تطوعيه ونهائيه ولا قابله للمناقشه والتقييم؟ بمعنى لا، قابله للمناقشه والتعديل والاجراء والتحسين والافضل. تمام، بشكرك سيادة اللواء محمد زملوط محافظ الوادي الجديد، وأسفين للمقاطعة.